بيع ما بدي بيع، إذا بدك بكريك يا كري. إيه كري شو علي؟ أنت متزوج عمي ما؟ أنا عزابي بس هو متزوج. إيه متزوج، متزوج وعندي ولد، بس عيلتي بدهم شي شهر لحتى يجوا. شو أخي؟ هذا البيت أجرته بالشهر 5 ليرات، منيح؟ خلصني يا نمس. أي مارسي. إيه منيح. وهي 10 ليرات عن شهرين. وهي الصائط ما بدي وصيه؟ لا خلاص عندي عندي وصلت تكرار بعيدة خلاص أهلا وسهلا صرفت علي الله معك يعني يا بدي إياك تحسبه مثل بيتك مثل ابنه كمان خلاص اتلاق عندي أهلا وسهلا صرفت خلاص سلام عليكم الله معك الحاكم عمك وصلت لست عمك وعليه مع السلامة الله معك شباب لا ما في شيء بس متاخذ بهال تقبرني هالوهرة إلهي بدي خد بس اسألك إنه يعني البيت بدك تقعد هيك فيه على قرفه لا إجباري بدي أعمله تنظيفة معناتها هات الصائط وبكرة شوف شو رح ألفطك يا ألفطة ما حتعرفه بنوب لا ولوي أنا بس ما بدي غلبة لا 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 تعشب على الحق شو تغلبني ما تغلب نحن صلنا أهل خش باش سبق السود لا بعدين وحياتك مو أنا رح أشتغل بكرة رح أجيب لك جماعة دراويش عباب الله أعطيهم أنا أعطيهم قرصين خطيت عيش وخليهم يستفيدوا منهم وتفعلهم يا بغالي ماشي هاي الصائد وبكرة الصبح بدك تكون هون ها الله يوفقك نبلش وحياة عينك بكرة من قبل ما تديكي آقي النمس هون رح تلاقي شوف يا نمس الأستاذ زهدي حبك والأستاذ زهدي لما يحب حدا طاقة القدر بتنفتح له يا لاطي اقفلوا تعرف من إمتى عم تدور على هالطاقة أنو طاقة؟ طاقة القدر بتعرف إيش كان طاقة القدر بتطلع عن زهدي أفندي علي الحلال أمه بكون رضياني علي يعني قصدك دعيت لك أمك أمه